في مأرب لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم بنيران القوات الحكومية والمقاومة الشعبية وبإسناد من الطيران. مصدر عسكري أكد أن القوات الحكومية أوقعت خسائر بشرية بين أوساط مجاميع تابعة لميليشيا الحوثي حاولت التسلل باتجاه مواقعهم في جبهة صرواح، وأوضح أن مواجهات عنيفة دارت بين القوات والمجاميع المتسللة انتهت بقتل وجرح عدد منهم قبل انكسارهم ولوذهم بالفرار، مخلفين وراءهم أسلحة ذخائر كانت بحوزتهم. كما نفذت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت تجمعات متفرقة للميليشيات في الجبهة ذاتها. معنا عبر الهاتف محمد حسن، إعلام عسكري مأرب. مرحبا بك محمد، ما مستجدات المعارك في جبهات القتال بمحافظة مأرب؟ والله المستجدات كثيرة جدا. نعم، إلى المسلح، إلى الكسارة، إلى البلق الأوسط. أيضا المواجهات يعني بشكل متواتر موجودة على مدار الساعة، المواجهات مع الحوثيين، والجيش اليمني صامد صمود الأبطال كما تعرفون كما تعودتم عليهم، لأنهم صامدين. هذا هو قدرنا يعني لمواجهة هذه الجماعات السلالية. نعم، كيف يمكن تحقيق مكاسب فعلية على الأرض وتأمين المناطق التي تم استعادتها من الميليشيا الحوثية؟ السؤال لو سمحتي، كيف يمكن تحقيق مكاسب فعلية على الأرض وتأمين المناطق التي تم استعادتها من الميليشيا الحوثية؟ الجيش اليمني صامد صمود الأبطال في هذه الأماكن، والجيش بحاجة إلى دعم لوجستي، دعم قوي جدا بالذات من دول التحالف، دعم جوي ودعم أرضي أيضا بمعدات، بما يعني بما يكافئ العدو وبما يمتلكون من دعم إيراني وربما دعم مسرب من عدد من تعيش تحت الأسرار. والجيش اليمني بكل ما تقول الكلمة هو صامد بكل ما تقول الكلمة، ولكنه أيضا بحاجة إلى دعم لوجستي ودعم معدات أيضا. نعم، كان معنا عبر الهاتف محمد حسن، إعلام عسكري مأرب، شكرا لك.